اللي كان اليوم بصراحة كان واستمرار النقاش اللي بديناه الجلسة الفارطة. هذا النقاش اللي طالبنا فيه بحضور ملفات ووثائق تهم قضايا مرتبطة بالقضية اللي اليوم تعرف بقضية السي سعيد الناصري والمعاه، وطالبنا بحضور أشخاص اللي تذكروا في هذه المساطير واللي كيبان لنا أنه من أجل الوصول الحقيقي لا بد حضورهم. اليوم تم الإشارة إلى واقعة أساسية واللي ذكرت عن سيد قضية التحقيق والتي تتعلق بالفيلا اللي اليوم سي سعيد الناصري متابع بتزوير واقعها، واللي تقال بأنه يعني اشتراها لنفسه، دليلا ما يثبت بأنه الفيلا أصلا شريت لشخصية دبلوماسية معروفة على الصعيد العالمي في المجال الرياضي أتحفظ على ذكر اسمه، وأنه دلينا بالوكالات التوثيقية اللي كتقول بأنه هذا الشخص هو اللي طلب من سي سعيد الناصري يشري عليه، والاعتبارات معينة تهم أن آنذاك كان يتولى رئاسة أحد الهيئات الكروية لم يتم تسجيلها في اسمي وحتى تم الاحتفاظ بها إلى حين التياء بالولاية. للأسف الأمور خذت مسار آخر، يعني مشينا في هذا الاتجاه. طلبنا كذلك استدعاء أشخاص لليوم الوضع ديالهم الاقتصادي في البلد ولا السياسي كذلك في البلد وضع وازن، من أجل ومعروفين يعني بالصدق ديالهم ومعروفين بالنزاهة ديالهم ومعروفين بنقاء حتى الثروات والأموال ديالهم. هاد الاشخاص طلبناهم لاثبات واقعه واحده، وانه تيتقال بان المبالغ الماليه اللي تلقات في الحساب ديال السي سعيد الناصري في سنوات 2014 و2015 في الحساب الادعاء ديال المشتكي السي المالي او السي الحاج احمد ابراهيم كيقول هذه اموال مخدرات، وحنا عندنا ما يثبت ان هذه اموال حولت من حسابات اشخاص معروفين او سلمت اليه نقدا في اطار الفتره اللي كان كيتولى فيها يعني التهيئ لرئاسته لفريق الوداد سنه 2014، واللي كما تتعرفوا الوداديين مجموعه كبيره منهم اللي دعموا السي سعيد الناصري في هذه المرحله، وكان من اجل اداء الدو اللي كانت عند الوداد ومن اجل يعني تسويه الوضعيه ديال الفريق وانه بالبدايه تبدا بدايه ناجحه، كانوا مجموعه من المحبين سلموا مبالغ ماليه كان هي اللي توجدت في الحساب ديالهم، فطلبنا انهم يحضروا باش ياكدوا ان هذه المبالغ الماليه هي تعود لهؤلاء الاشخاص ولا علاقه لها بالتجاره في المخدرات. هذه كذلك من بين الامور اللي طلبنا، وانه هذا المالي فاش يعني تعتقل وفاش وقع له المشكل تقدم 7 شكايات لجهات متعدده، حدد فيها الوقائع اللي كانت اللي تيشكي فيها وحدد فيها الاشخاص اللي كيدعي انهم سؤوليه. هاد الشكايات كلها يعني بالعمل اللي دارت الفرقه الوطنيه نفسها والخلاصه اللي وصلت لها الفرقه الوطنيه نفسها من تصريحات هو نفسه انه لم يرد فيها ذكر اسم السي سعيد الناصري بالبات والمطلق. انت كتشكي من 2019 2020 2021، كيف تجينا اليوم حتى 2023 عاد تقول لنا السي سعيد الناصري راه كيتاجر معي في المخدرات؟ اكثر من ذلك سمعت ليه هو الفرقه الوطنيه وسمعت ليه في ملفه ما جاش اسم السي سعيد الناصري. الاشخاص اللي دانوا في الملف ديال 40 طن اللي اليوم الحديث عليه بشكل كبير كلهم دانوا كيقولوا هل المخدرات ديالي منها صاحبه، حتى واحد فيهم ما شار الاسم سي سعيد الناصري. اذا اليوم تيبان بان هناك شخص يعني كانت عنده عمليه ديال تصفيه حسابات مع سي سعيد الناصري وحاول يقحموا في هذا الملف من اجل يعني باش يعني تعطى الملف هذه الهاله وهذا الحجم كله، ولكن يعني تنعتقد بانه المحكمه اللي احنا اليوم امامها انا تنقولها دائما احنا مطمئنين اشد الاطمئنان الى ان الملف يسير. اول الملف يوجد بين ايدي امنه، اليوم عندنا قضاء مستقل نفاخر به ونفتخر به يعني اليوم في المحافل الدوليه، عندنا ثقتنا كبيره في قضائنا، عندنا ثقتنا كبيره في رجال هذا الوطن، عندنا ثقتنا كبيره في الناس القائمين على هذا الوطن انه سنصل الى الحقيقه. واللي تنقول اليوم من البدايات انه من خلال يعني اطلاعي على الملف انه سي سعيد الناصري سيكتشف الجميع انه اول ضحيه في هذا الملف.